باشمهندس عمر عين عليه برد رجع من بره، خدوده مورده والدمويه بتفط منها. طب والله وملك علي يمين، انا بحبه واحترمه هو وست والدتك لله في لله. ايوه صح، عشان كده كنت عايز تحط راسهم في الطين وتتجوزني عرفي. طب برضو والله وملك علي يمين انت فهمتني غلط. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ بتبل عليك ولا ضربتك على ايدك عشان تيجي تقولي الكلمتين دول؟ ولا كنش شفتني وانا ماشي بطال فقلت تجرب؟ استغفر الله العظيم، لا انا ولا انت وش ذلك. شوف يا بنت الناس، البنات هنا مطرطقين ودنهم ومركزين معانا، لا مؤاخذه ما ينفعش الكلام هنا. لا الكلام ده ولا غيره هينفع ما دمت دماغك شمال. طب استهدي بالله كده، انا كل اللي طالبه منك خمس دقايق في اي كازينو انت اللي تختاري. هقول لك الحكايه وما فيها وانت بعدها اختاري عشان خاطر ربنا. انا مش هينفع اتاخر عن البيت بعد الشغل، لكن لو عايزنا نتقابل يبقى قبل الشغل وخمس دقايق زي ما انت قلت. قبل الشغل؟ قبل الشغل؟ قبل الشغل. صباح الخير يا فاطمة. صباح الخير يا ماما. الساعة كام دلوقتي يا بنتي؟ الساعة 8. ياه، مالك مبدرة قوي كده ليه؟ الحاج سيد أصله عامل جرد على البضاعة، عايز يعني يعرف راسه من رجليه. أنت نايم من أولها يا حاج؟ فاطمة صباح الخير. صباح النور. هو في حد برضه بيروح كازينوهات 8:30 الصبح؟ ده ولا العيال اللي بتزوج من المدرسة؟ ما هو انت اللي وعدتني يا حاج انك مش هتاخد اكتر من خمس دقايق. معلش بقى استحمله. ده انا استحمل العمر كله لو جنبك. المفيد يا حاج. طب ما تشربي حاجة الأول. اسمع الأول. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد لما يتحبس مع أسود مفترسة في قفص واحد لازم يشغل دماغه عشان يفضل عايش وتمشي الأمور لحد ما باب القفص يتفتح وينجب روحه. وأنا متجوز جوز نسوان، لا مدحت كوتة ولا محسن الحلو يعرفوا يلاقولهم ملكة، ده غير إن كل واحدة فيهم مخلفة بدل العيل 3 و4. يعني يوم ما افكر بس اقول يا طلاق ولا يعرفوا اني بفكر في الثالثه هياخدوا اللي ورايا واللي قدامي بالمحكمه. وانت ما يرضكيش كده طبعا. طبعا، وكده تبقى الحكايه خلصانه يا حاج. الصبر، انا عايزك في الحلال بس محتاج مساعده. انت محتاج اشياء تتهنى بيها في السر من ورا نسوانك وعيالك. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ده لا طبع ولا اخلاقي، وانا مش غشيم عشان افكر فيك بالشكل ده. من الاخر يا حاج، احنا ملناش في العرفي والمشي الغلط بتاعك. استغفر الله العظيم، انت لو تهدي طبعك شويه. فتومه، انا حاجك بيت الله 3 مرات، انت ايه؟ هتكفري باللي علله اللي خلقك؟ الله، ما تريحني بقى وتريح روحك من الالغاز دي كلها. خلاص، انا هجوزك بعلم اهلك وعلم الحته كلها واصحابك كلهم ما عدا اللي شغالين عندي في المحل، وهيبقى جواز رسمي بس من غير ما حد من ناحيتي يعرف ايات وحاجه عشان المركب تمشي هنا وتمشي هنا. يعني انت هتعمل لي فرح وزفه وكوشه وعوالم وفستان فرح وشبكه وكل حاجه تشرفك وترفع راسك وراس اهلك في الحته كلها، بس انت وافي وقولي اه. بقولك يا عمر، انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده. يعني ده محتاج كل الدربكه اللي انت فيها دي؟ ايه، عايزه فلوس؟ لا لا لا، فلوس ايه بس يا عمر، مستوره والحمد لله. قلت برضو استحاله يعني يبقى الشيطان خبطك في مخك وجاي تطلبي مني فلوس وانت عارفه البير وغطاه. يا بنت بهزر معاك، اتكلمي. بص يا عمر، اصل انا يعني جالي عريس وكنت عايزاك تشوفه قبل ما تسافر.
ايه شروط الجواز اللي في العيله دي يا جماعه؟ شوف ان شاء الله بكره بس، عشان لو تمام واتفقتوا على كل حاجه تخلص كل حاجه قبل ما تسافر. ده احنا مستعجلين جامد وموافقين وراضيين قبل ما يجي يتكلم كمان. ده طبعا بعد موافقتك يعني. طب ايه؟ شاب من اللي بيشتغل معاك في المحل صح؟ هو معانا في المحل بس مش شاب. الحاج سيد صعب شغل؟ وإلا كلام ده جد؟ وانا هلف وادور عليك في حاجه زي دي يعني يا عمر؟ تبقى اتجننت يا فاطمه، مخك ضرب. الراجل شايلني من على الارض، شيل شاريني وشاري خاطري. بكام؟ بس عليك يا عمر، ما لو ما كنتش انت اللي مربيني. ده السؤال الناس هتساله لما تشوفك انت وهو في كوشه واحده. راجل لو ابوك عايش كان زمانه اصغر منه، واكيد عنده عيال اكبر مني، ومش بعيد يكون جد كمان. تفتكر الناس اللي هتحضر فرحك يا فاطمه هيقولوا علينا ايه؟ ولا الناس تتحكم فيها ليه يا عمر؟ عملت لي ايه الناس عشان اعمل لهم خاطر؟ مدينه اهو، فضلت 5 سنين مربوطه باللي ما يتسماش، متعلقه في الهوا، لا مني مخطوبه ولا مني عازبه. وفي الاخر عشان كلمتين تفهيلة راحوا ولا جم، رماني وراح خد صاحبه عمري وجارتنا. انت بتردها له بقى على راي اخوك كامل. انا لا بصد ولا رد، ولا عاد في عينينا ابص لحد خلاص. طب فهميني، هتجنن، عايز اهضمها. الحكايه ان واحد بيحبني عايز يبسطني، يبقى ليه ما جربش حظي؟ مش جايز ربنا بيعوضني بيه عن كل اللي جرالي؟ لعلمك انا رفضته بدل المره 1000، وسمعته كلام، ده لو واحد بيهرج ولا بيتسلى كان زمانه غار في 60 داهيه من بدري. ولا رفضني وراح شاف مصلحته مع اي بنت من اللي شغالين معانا في المحل ولا بيوردوا عليه. بس بعد ما استحمل كل اللي عملته فيه كبر في نظري، حسيت انه جد وشاري. قبله يا عمر واقعد معاه عشان خاطر فاطمة اسمع منه. أمك عارفة؟ أنت أول واحد تعرف. فكرك هتوافق؟ اللي بيحبني بجد ويتمنى لي الخير هيوافق يا عمر. ومفيش أحسن من الصراحة، وامشي عادل يحترع دوب فيك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا عليه الصلاة والسلام. من يد من اعدمها. وانا كنت بقول ايه؟ امشي عادل يحترع دوك فيك. واللي تعرفوه مني عن نفسي احسن من اللي تعرفوه من بره. ده اصله مسألة نسب. ما فيهاش مغش ولا اوانطة. الله، ودي عمايلك عروستنا؟ لا دي ماما. تسلم ايديكي، وما يجرش حاجه، تتعلميها منها. حكمنينا نفسها في الحلويات، عسل يا عسل. متشكره. هو انا كنت بقول ايه؟ انت جاي تخطب ولا جاي نفكرك باللي كنت هتقوله يا حاج سيد؟ عدم المؤاخذه، الواحد من كتر مشاكل الشغل ومن كتر العيال دماغه بقت مخووته. عيال؟ هو انت عندك عيال؟ عدم المؤاخذه، عندي 7 عيال، نسوان كروم زي الخيط كده ورا بعض، تقولش كانوا داخلين لبعض السلع. وان شاء الله بقى على ذمتك دلوقتي كام ست؟ 2 يا ماما. لا لا لا، عدم المؤاخذه 3، ما انا رجعت واحده اول امبارح لظروف عياها، مساله انسانيه لا اكتر. كمالت عدد يعني؟ يعني ايه كمالت عدد؟ انت عاملهم سبحه ولا عليك ورد بتتممه يا حاج سيد؟ لا 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 لا، مالي الباشمهندس عمر زعلان ليه؟ انا جرى ايه؟ هو انا غلطان لما اقول الحقيقه يا نينا؟ نينا نينا نينا، جرى ايه؟ انت راجل فاكر نفسك في الروضه؟ ده انت اللي يدور عليك يلاقيك اكبر من امه الله يرحمها. ليه بقى يا نينا؟ انت مواليد كام؟ وانت مالك؟ ازيك يا خير؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الصحة؟ اهلا وسهلا. ابراهيم غزال الشال، خالي الاولاد ومدير صالات كامل للبلياردو. اهلا وسهلا. امال فين المحروس ابنك؟ محروس ابني مين؟ العريس. انا العريس. حبيب خاله.
اقسم بالله لو دخل قرار كلامك عن الجوازة دي لكم مدغدغ الاوضه على دماغك يا فاطمه. اهدى يا عمر اهدى عشان خاطري عشان خاطري يوطي صوتك. في يا بت في ايه ما تفهميني واعمل لك عمل وكل ده ليه؟ عشان الكلب اللي اسمه ريعو؟ يا عمر انا اللي هعيش معاه مش انت. وريعو ده خلاص صفحه واتقفلت من زمان. ابوس ايدك بقى يا عمر ابوس ايدك خلصني. ماشي يا فاطمه بس خليكي فاكره انت اللي هتحاسبي على المشاريب. انا خارج اعمل لك اللي نفسك فيه. وانتوا اتكلمتوا في موضوع الشبكه والمهر والحاجات دي ولا كنتوا مستنيين لما انا اجي؟ متهيألي الحاجات دي مش هتفرق مع الحاج سيد يا خال. الراجل شاري وداخل البيت من بابه. أنا قلت الباشمهندس وفاطمة قصدي الآنسة فاطمة تتقل بالذهب. شوفوا طلباتكم إيه وأنا سداد. خلاص طالما مفيش خلاف في المسألة دي يا حاج يبقى مبروك. الفاتحة.